طلبنا من المواطن الذي يملك البطاقة القصيرة أن يأتي بمستمسك معه، وأن تؤخذ عند الاقتراع 10 بصمات. أيضا حصرنا الناخبين في محطة الاقتراع بعدد محدد في هذه المحطة. أيضا قمنا بسحبها، إجراءاتنا توجب على أن تسحب في يوم الاقتراع. بعد تسحب في نفس اليوم؟ في نفس اليوم عندما يقترع تسحب، حتى لا تستخدم، لا تستخدم مرة أخرى. وأيضا تعطل هي والبطاقة البايومترية لمدة 72 ساعة. ليش 3 أيام؟ لأن التصويت الخاص والتصويت العام يفصله هذه المدة، حتى ما يتم استخدامه. هذه الإجراءات أعتقد لمن يسمعها الآن يطمئن بأن المجلس قد قام بتغيير كافة الإجراءات التي تجعل هذه العملية واستخدام البطاقة البايومترية رصيدا.